العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي ورسالة الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن الآن في حضرة سيدنا وإمامنا سيدنا الحسن البصري عليه السلام، هو من كبار التابعين الذين عاصروا عهد الصحابة والتابع التابعين، وكان إماما لمدينة البصرة. وإجازه من هذا سيدنا الإمام علي أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث جاء إلى البصرة وأعطاه الإذن بالفتوى الشرعية وبتوصيل وإيصال العلم الإسلامي والعلوم الروحية، حيث كان يفتي عليه السلام، العفو، كان لديه عنوان علم الباطن وعلم الشريعة وعلم اللغة والعلوم الأخرى. وهنا يركض بجانبه الإمام ابن سيرين الذي اشتهر بتفسير الدراء والأحلام. نعم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وأبوه يسار بن مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.